بعد فشل مخطط باشغا انتقلوا إلى الخطة الأخرى، وهي الانقلاب عن طريق خالد المشري. وطبعا وجدوا لدى خالد المشري الطموح الكامل في أن يكون يلعب أي دور، فقالوا له احنا ما عندناش مانع انك انت تكون رئيس حكومة، طبعا هذه قالها لي حتى نية، خليه يطلع يقول ما قلتهاش، ما عندناش مانع عقيلة صالح والمجموعة اللي معاه ومن يخطط له انه يكون انه يعطوا الطعم هذا اللي ما اعطوه لبشر وداروا به ما يبي، وقعد هنا بشاغة يدور في سوريا طويلة، وتوا انتقلوا للمشري، ما عندهمش مانع نفس الشيء انه يقولوا الكلام هذا للمشري وانه يلعب نفس الدور. قالوا له تعال خلينا نطيحوا دبيبة وحكومة دبيبة. ليش خيرها حكومة دبيبة؟ قالوا ما هو دبيبة بيمشي للانتخابات وراه أي كلام غير الأربع كلمات أهمه، لأن دبيبة بيمشي للانتخابات قصة فساد وقصة واحد فنقي كامل. دبيبة ماشي بخطوات جدية وواقعية للانتخابات، طبعا بيمشي للانتخابات الشعب كله مع دبيبة، الشعب كله ما شاف الواحد إلا مع دبيبة، ما شاف هذا القراءة الشارع هذا اللي تظهر فيه الإذاعات، فهم خايفين تنامي شعبية المهندس عبد الحميد دبيبة، وخاصة أن الشعب شاف منحة الزواج اللي تأمروا عليها، شاف القانون المرتبات الموحد، شاف بعض المشاريع، شاف الجدية في حل مشكلة الكهرباء، شاف الجدية في تسكير بعض الشيشمات اللي كانت مفتوحة للناس، شاف أمور تانية مسكر عليهم هلبة، وخاصة أصبح العالم يقتنع وعلى مسؤوليتي هذه أن لا حكومة انتقالية بل الذهاب للانتخابات. قالوا يجب ان ندروا كبد دبيبة ونحوا، لقوا في خالد المشري المطية التي يريدون. قالوا لي ايش رايك نحطوك يا خالد المشري بدل دبيبة واللي تبيه حاضر. طبعا المشري بالصديق الكبير معاش يلعب معاه، فهم الصديق الكبير فهم اللعبة، قالوا خلاص غيرنا حيلنا احنا الصديق الكبير. ما صارش من الصديق الكبير، قالوا ما العب بعيد يا ولد، اسمع يا وليد انت وياه العب بعيد عن البنك المركزي يا رزيل يا مخانق. قالوا ما اسمع خلينا احنا ننحوا متاع الرقابة ونحطوا واحد من عندنا علشان ندره كبد دبيبة. وللأسف مش لهذا الواقع تو، ما زالوا مستمرين في مؤامراتهم. الكلام هذا بل تحسبوه تحليل محمود عبد العزيز ولا كلام محمود، هذا كلام خالد المشري. إيه نعم إيه كلام خالد المشري هذا اللي قاله، قال يقول فيها والحمد لله. ترى أعطوني الفيديو يا شباب الرابط. ترى عقيلة صالح قال والله المحافظ شكله ماشي يصير منه يأسنا منه، غيرونا رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإحنا مستعدين نغيروا معاكم مفوضية العليا الانتخابات، حتى إحنا عماد السايح كارهين هاي نغيروا إحنا وياكم. قلنا له بايت انتم الرقابه الاداريه شنو الموضوع؟ بصراحه قالوا الرقابه الاداريه نب بهت للحكومه هي، باش الحكومه هي اصلا الرقابه الاداريه تملك حتى توقيف وزير. تو نورو احنا سيد بيبة هذايا. سمعتوا ولا؟ شوف كيف يتامروا على ليبيا والليبيين. انتم نحولنا الرقابة ونحن ننحو لكم المفوضية العليا للانتخابات،
باهي كيف خير الرقابه؟ قال مش ندره كبت الحكومه. تخيل شو بالله بالله هذا منطق ناس يا اخواتي؟ هذا بالله هذا ما يستاهلش ان تقبض عليه النيابه العامه؟ بالله ما تستاهلش ان النائب العام يفتح يا اخواني تحقيق على الاقل؟ لا اله الله، معقوله؟ تآمر ولا مش تآمر؟ انقلاب ولا مش انقلاب؟ تي كانكم تنفعوا راه ما مشوش لجنيف، راي ستيفاني ما رفعتكمش لجنيف. ال 16 كامله وال 17 كامله وال 18 كامله وال 19 كامله وال 20 كامله وال 21 كامله واحنا في اخر 22، سبع سنين غير المصد من الصخيرات وتعالى جاي، سبع سنين